بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو النهاردة مختلف، حاجة كده للعب الأطفال. طبعا احنا من سنتر هي وبس، قسم لعب الأطفال لسه جديد، ففي شوية ألعاب حلوة كده النهاردة هنتعرف عليها وعلى أسعارها. ألعاب بقى بنات، ألعاب ولاد، عندنا كمان الحصالة الإلكترونية الجميلة دي علشان نعود ولادنا على التوفير. مش كده وبس، ده احنا كمان هنتفرج على الجيتار والبيانو والمكنة الخياطة دي كمان، والقطر طبعا مفيش غنى عنه، والإكسريفون وألعاب البنات الحلوة. بسرعة ندخل على الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. العنوان، احنا في محافظة اسكندرية في الإبراهيمية، ده شارع الجتي. لو حضرتك جاية من ناحية أبو قير أو من ناحية الترام هتلاقي هتسألي على صيدلية خليل، الشارع اللي في وشها على إمته أو على الناصية بتاعته العدوي، محل العدوي. هنفضل ماشيين فيه لغاية ما نوصل لسنتر هي وبس النهاردة، ونبتدي إن شاء الله الجولة بتاعتنا إن شاء الله. بقى لأول مرة من هي وبس بنصور لعب الأطفال، جت كميات حلوة قوي من لعب الأطفال وأسعارها حلوة. نقول سلام عليكم. ازيك يا محمد؟ ايه بقى؟ ايوه نخش طبعا. كل العاب الاطفال عندي مثلا الشخشيخه، ايوه خليل ده ب 95 جنيه. 95 جنيه في كل انواع الشخاليل عشان الاطفال. بصوا بقى للبنوته بقى، الخياطه اهي بتاعت الاطفال دي، بتخيط بجد دي؟ لا يعني كده يعني لعبه. بس بتشتغل، بتشتغل وبتنور وبتتحرك. ايوه قصدي كده، بتتحرك عادي وبتطلع خيط كمان، فيها خيط يا سيدي. بس هي مش بتخيط، المكنة طلعت قماش. دي بكام دي؟ دي ب 125، وفي من نانو تاني ارخص برضه. دي 125 يا حبايبي. بص العسل بقى، دي بقى سيبنا البطه واولادها. الله، تمشي على سير كده تقعد تلف البطه وراها اولادها، دي عامله 160. 160 تمام. في برضه البيت ده والبتاع ده والاساس بتاعه تمام. تمام، ده ب 95 جنيه. 95. في البيانو الارنب ده اهو. بصوا لو عايزين هديه مثلا تجيبوها في عيد ميلاد طفل ولا حاجه، يعني حاجه بصراحه جميله. ايوه بكام دي؟ دي 130. 130. وفي اللي هي تورته السمك دي، تورته السمك، تورته بيطلع منها سمك كده بيصطادوا الاطفال، والاطفال بيصطادوها، اسمها صيد سمك تورته. بكام؟ 145. تمام. ففي حاجات حلوه قوي. بقى العربيه الشقيه دي اهي، ايوه دي عاملة 210. 210 تمام. دي بتلف، بصي لف رهيبة، نص درجة تمام. في برضو المطبخ ده اهو، مطبخ بقى عشان البنات. بكام بقى المطبخ العسل ده؟ بصوا يا جماعة عامل ازاي، ب 90 جنيه. الله ينور. تمام، ايه الحاجات الحلوة بتاعت الأطفال دي؟ مكوة أطفال اهي. بصوا المكوة دي عشان يتعلموا بقى، 75 جنيه. 75 جنيه. وفي الجيتار ده، الجيتار بعمل 85. 85 الوسط. 75. 75 الوسط، حلو قوي. في العربية اللي هي الشقية دي، كل العربيات الشقية عندكم؟ 175. 175. وفي حاجات حلوة قوي، الأحمر اللي تحت ده، ده مطبخ كبير، مطبخ شكله حلو قوي. ده بكام ده؟ ب 170. 170 تمام. دي برضه خلاط ده اهو ب 99. ده البنات بقى بتجرب ان هي تعمل في الخلاط ازاي. 99. حلو قوي. وفي اللعبه دي اهي بتاعت البنت دي العروسه باللي هي اللي بتقعد فيها دي، تشرب ميه وكل حاجه. تمام بكام؟ دي عامله 180. 180 تمام. في بيت الكور، الكور ده فين؟ ده بيت الكور ده، دي الاكسسوارات بتاعت البنات، بتعمل ده الشعر كده. حلوه قوي. دي بكام؟ وريني كده، دي بكام دي؟ 90. دي ب 90 يا جماعه. بصوا شكلها، ايوه في الصغيره كمان. يعني العاب الاطفال عندنا من اول سعر كام يا محمد؟ انا فاهم كده من اول بتاع ده، في حاجات لسه في حاجات عايزين نشوفها برده. 20 جنيه و13 جنيه تمام. واليونيكورن ده كنا شايفينه برده، دي والناسه ب 45 جنيه. خلي اوضه الاطفال جميله. في اللي هو ده، في طيارات، في جيتار وطبلة. في جيتار وطبلة كمان. بكام بقى ده؟ ده ب 170. 170 حلو قوي. في البيانو بقى، في البيانو ب 260. 260 تمام، الله ينور. حصالة تانية اهي بتاعت الأطفال، ايوه 170 جنيه. 170 جنيه دي عشان يحوشوا فيها بقى. حلو. بالباسورد كمان. بالباسورد كمان، حلو قوي. الحصالات الجديدة، الحصالات تطورت خالص. فتح من هنا كده الباسورد، فتح برقم من هنا، تعمل ميوزك، تعمل ميوزك. حلو قوي.
تمام الله ينور. تعملي كده وتفتحي. انا لسه ماسكه. ايوه لسه ماسكه القمر دي، بحب الحاجات دي جدا. تعالوا هنتفرجوا برضو، لسه في حاجات ياما. على فكره الفرع هنا فيه لعب اطفال، بس فرع سموحه فيه اكتر، يعني فيه تشكيله اكبر، وطبعا زي ما قلنا فيه شحن لاي مكان وجمله وقطاعي. بصوا يا جماعه برضو الحاجات الحلوه اللي بتلهي الاطفال كده وتسعدهم، بيت الكور ده، ده بكام؟ ده ب 145. 145 بال من غير كور. من غير كور كده، البيت بس. البيت بس. والكور فين؟ ما عندناش كور. ليه؟ طب احنا نجيب الكور منين يا محمد؟ من اي حد هتلاقيه. هات لنا 145. 145 تمام. وفي الشنطه الجميله دي عايزين نعرف بتاعت ايه دي؟ فيها بازل كده زي بازل بقى ومكعبات. ايوه، ويتعمل بقى بيها عربيات. تمام، ذكاء الاطفال بقى. ايوه طبعا. بكام قلنا؟ ده ب 63. 63 تمام. بصوا ده بازل برضو، عامل 39. 39 برضو العاب وحاجات بتنمي ذكاء الاطفال. في بقى انا شايفه حاجات ورا برضو، اللي هي البيانو ده. البيانو كنا نشوف الخلاط ده بكام الاول؟ ده ب 35. ده ب 135. ده ب 99. ايوه، عشان ده في بقى حاجات زياده. البيانو بكام يا محمد؟ انا بيانو اللي هو اللي هناك الكبير ده. 260. تمام، لو حد بقى عنده موهبه ولا حاجه. انا دي سماعه دي بقى جبناها لك ليه؟ عشان دافع عن نفسك. يا سلام. بدي اخبط على طول. بكام دي؟ دي عامله 170 جنيه. 170 جنيه تمام. بصوا يا جماعه دي كمان بتاعت الاطفال، اسلحه بقى وذخيره وحاجات. ايوه. بكام؟ 120. 120. تهيألي الحاجات اللي ورا دي بتبقى ارخص برضو، مش كده؟ في عربيات. تراك كده. تمام. جوه اصلا موضوع كبير. تراك وفي كذا عربيه. بصوا يا جماعه. بصوا. اتنين بيلعبوا قدام بعض. ايوه. ده بكام ده؟ ده 245. 245 برمود. اقول له برمود. ماشي يا حبيبي برمود. بصوا يا جماعه دي المكنه برضو بتاعت الاطفال. 99. دي ب 99. حلوه قوي. تمام. في برضو اهو القطر ده لازم يبقى عند كل طفل، يعني كل طفل بيحلم بيه اصلا. بكام بقى ده؟ 135. 135. وطبعا عندنا حرق اسعار في الألعاب. حرق اسعار في الالعاب والاكسريفون اهو برضو. يا سلام. دوري مي فاصولا سي. ايه تاني بقى؟ في برضه ده عادة الميك اب اهي. بكام؟ عاملة 55. 55 حاجات الميك اب بقى بتاعت البنانيت. المطبخ بقى بعربية التسوق بتاعتها كمان عربية تسوق. ايوه 115. حلوة قوي. بصوا حاجات حلوة جدا والعاب كتير. ده السمك بقى العادي بتاعنا احنا اهو ب 115. 115 صيد السمك. ده كان ب 145. تمام. التورته دي. الله ينور. وفي ده كمان اللي هو ده الواقع ده. ماشي. في برضه ده اهو، ده ميكروفون. بيشتغل من تحت وبتشغلي بقى تغني بقى، نسمع الموهبه. يا سلام. جبناك البيانو وجبناك. بكام ده الميكروفون؟ ده ب 110. 110. 110. بص البيانو الجميل ده. جيتار. جيتار سوري. بكام بقى؟ 70. 70. حلو قوي. تمام. الحاجات دي بقى تعالى كده. سيف ابو لمبه. يا سلام. انا كنت اسمع عنه زمان. ما ده اللي بينور بس. ايوه. بصدات ايد بسهم. بكام بقى ده؟ 80 جنيه. 80 جنيه. حلو. في اللي هي الاشقر اصلا المتحولين دولت. اللي هو سبايدر مان. دول ب 48. 48 تمام. وفي دي اهي بندقيه بالمسدس بكله عامله 45. 45. في بقى حاجات تانية. عروسه بفساتينها كلها. يا سيدي دي كانها باربي كده بفساتينها، بس هي مش باربي. ايه بكام؟ بصوا كمان الشوز بتاعتها والسيشوار والمرايه بتاعتها. بص الفساتين بكام بقى القمر دي؟ دي ب 155. 155. حلو قوي. في حاجات تانية النهارده العاب ياما قوي. ده كمان احنا بنقول لكم جزء صغير. في برضه بقى